تحية شخصية والإعزاز وتقدير للكابتن أحمد يحيى حارس مرمى فريق الاتحاد، يتحمل الأخطاء ونظر للظروف اللي يمر بها طبعا ولعب هذه المباراة، لكن تحية تقدير وإعزاز مني شخصيا. بس هو كمان ما يتحملش غير هدف واحد من وجهة نظري، لا يتحمل غير هدف هو واحد، موقفه هو هدف شادي يعني، هو موقفه صعب طبعا، أي صعب كده جدا الانفرادات أيا كان مين الحارس الحقيقة طبعا مشهد صعب جدا. دفاع نادي الاتحاد النهاردة سيء جدا، فأي حارس كان واقف كان هيخش فيه أهداف، لكن انا بحيانا كمان احمد لاعب راجل صحيح تحمل مسؤوليه في وقت صعب في وفاه اعتقد اخوه الله يرحمه، اعتقد يعني بقول له شد حيلك وما باقي حياته قال لله طبعا، قال لله طبعا وقصته الصبر والسلوان. وتحيه تقدير واعزاز للكابتن احمد يحيى حارس مرمى فريق الاتحاد.